لكن الاساس تقول كل حاجه لجزءها. هو انت فاكر انت في عصر السيد؟ اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العزه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. يا ترى لو كل اب عنده بنات وقال لهم ما تخرجوش وتاخروا في الليل، عايزين تخرجوا اخركم 9، لما البنت بتقول له ده احنا هننزل الساعه 9، طب عايزين تيجي امتى؟ هنيجي الساعه 1 2. انتوا بنات، ازاي اخلي بناتي يجوا الساعه 2 صباح؟ ما احنا بنسهر مع زميلاتنا، ما احنا بنسهر مع اصحابنا، اشمعنا احنا؟ يا ترى انت كاب ممكن يكون رد فعلك ايه؟ طب لو قلت لهم ما فيش خروج خالص ورجعت البيت لقيتهم خرجوا، يا ترى هيكون رد فعلك مع بناتك ايه؟ قبل ما نقول اللي حصل، بدعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحة الحلقة. يا جماعة التربية شيء مهم جدا، عمود التربية الام، واللي بيسند الام مجرد سند بس الاب، لكن الاساس الام. الام هي اللي تربي بناتها، هي اللي تعرفهم الصح من الغلط مع اشراف بعيد من الاب. يعني الام تقول للزوج او تقول لابوهم او جوزها يعني خلي بالك بنتك بتقول كذا وبتعمل كذا، وانا لاحظت انها بتتكلم في التليفون ولاحظت انها بتاخر. لازم الام تعرف الاب كل حاجه عن ولاده، بس الاب من الذكاء ان هو ما يعرفش بناته، ان عرف يوجه من بعيد، يحرك خيوط اللعبه كلها بايديك يا راجل ماهر في تحريك العراس، بس من خلال زوجته، بحيث ان المركب تعدي، وخاصه لما البنات يكونوا في مرحله مراهقه بيكون محتاجين عنايه قوي شديده من الام ورعايه من بعيد لبعيد للاب، لان الاب لو اتدخل في موضوع البنت قايلها لامها، البنت مش هتثق في امها تاني ابدا، ولا هتحكي لامها تاني اي حاجه، وبالتالي اللي خسر مين؟ الام مش هتبقى عارفه حاجه عن ولادها او بناتها، والبنات مش هيروا صدر حنين فيروحوا بره ياخدوا المشوره من ست ممكن تخدعهم او من صاحبه ممكن تحرفهم. فبالتالي يا جماعه لازم الام تبقى سر بناتها، وفي نفس الوقت تقول كل حاجه لجوزها عن بناته من غير الاب ما يتعرض للبنات او يقول لهم انا عرفت، لان نهارها البنت مش هتثق في امها ابدا. اللي حصل بقى المره دي موضوع غريب، الاب يقول لبناته لا، الام تيجي من وراهم تقول لهم اخرجوا يا عيل ولا يهمكم. هنا الغلطه اللي بتعملها كتير قوي الامهات، ان الاب يقول كلمه الام تقول لهم ايه ولا تسالوا فيه، روح يا بنت البسي واخرجي زي زمالاتك. هو فاكر نفسه ايام السيد؟ يجي الاب فين البنات؟ خرج. انا قلت لا، وانا قلت لهم ينزلوا، اشمعنى بناتك؟ خليهم بقى يشوفوا شبابهم، وخلي الناس البنات هيتجوزوا ازاي؟ الشباب هيشوفوهم ازاي؟ ما كل البنات تعمل علاقات، اهم حاجه ان البنت ما تغلطش. بايه الام المودرن دي؟ ايه الام اللي بتقول لبناتها زي دلوقتي الام تقول لبنتها ايه؟ ما تتحجبيش دلوقتي، البسي بضاهات وبنطلون وسيبي شعرك، يا ست لما تتجوز ابقى اتحجبي، وكان الحجاب هو اللي هيمنع جوازها، رغم ان كل الشباب لما بيجي يتجوز بياخد المحجبه الجميله الشريفه العفيف، ما بياخدش اللي سابها شعرها وبضاهات وبنطلونات. لكن نقول ايه؟ في بعض الامهات اللي بيسمحوا لبناتهم بالانحراف، وكان البنت المنحرفه هي اللي بتتجوز، والبنت المحترمه المؤدبه المحتشمه بتقعد من غير جواز. المهم اخر مره الاب زعق في مراته وقال لها ازاي كلمتي ما تمشيش، الام راحت لمت هدومها وخدت بناتها وطلعت عند بيت اهلها. الاولاد طبعا مع امهم، الاب راح اتخانق مع حماته وحماه واجبر الاولاد ان هم يرجعوا معاه البيت. البنات وقال مش هسيب بناتي في السن ده 17 و19 يقعدوا بعيد عن عيني، البنات في سن مراهقه ولازم اكون انا مراقب ليهم. وساب الست، والست ما رضتش ترجع مع بناته وقالت له تلفح بيهم انا مش هقعد لك، وراحت عند اهلها. الاب في الشغل كل شويه يتصل ببناته، انتوا فين؟ احنا في البيت. بتعملوا ايه؟ قاعدين قدام التلفزيون او قاعدين بنذاكر. اخر مره من 3 4 ايام اتصل بالتليفون، انتوا فين؟ قالوا له يابا احنا هنخرج. قال لهم لا مفيش خروج، الساعه دلوقتي 8، عقبال ما تلبسوا وتهببوا الحاجات وتحطوها على وشكم هتدخل لها في 9 10، هترجعوا امتى؟ قالوا احنا هنخرج. قال لهم لا. المهم البنت قفت السكه في وش والدها، ودي اللي تأدب برضو، ان في بعض البنات والاولاد لما ابوهم بيكلموا او امهم يكلموهم ويحتد النقاش بيروحوا قافلين السكه، وده شيء عمرنا ما شفناه ولا تعودنا عليه في ايامنا، لكن في الزمن ده بتحصل،
وفي بعض الزوجات بيعملوا بلوكات لزواجهم وفي اولاد بيعملوا بلوكات، حاجه وضع غريب وشاذ. المهم الاب اتطمر خلاص، هو عطى اوردر ان اولاده ما يخرجوش، بناته خلص. روح البيت الساعه 11 ملقاش البنات في البيت، اتصل بزوجته في عند ابوها وامها، فين الاولاد؟ قالت له ما انت خدته. قال لها اولادي كانوا قلت لهم ما يخرجوش وخرج. قالت له مش انت اللي بتجبرهم على كده؟ ما كنت خليتهم يخرجوا من الاول بدل ما تقول له بناتي غلطانين. طب انا جايه هشوف الموضوع ايه؟ ابدا، برضه مصممه على عندها واهلها. الاولاد جه البيت الساعه حوالي 12 ونص واحد، لا ابوهم مستنيهم. انا مش قلت تخرجوا ما تخرجوش؟ قالوا احنا طهشنا، احنا طهبنا، احنا خلاص، احنا مش هنقدر نستحمل العيشه دي، ما كل صاحباتنا بيخرجوا، والنهارده كان عيد ميلاد واحده صاحبتنا، انت راجل مش عارف هتحبسنا. وابتدت البنت تبجح في ابوها، فما كان من الاب الا ان هو جاب سلاحه وضرب كل واحده منهم طلقتين، واتصل بمراته في البيت وقال لها استريحتي، اديني موت ولادك وهموت نفسي، وراح ضرب نفسه طلقه علشان يموت في الحال. الزوجة في الوقت اتصلت بالشرطة، الحقوا جوزي اتصل بيا وسمع طلقات رصاص. جرت هي طبعا على شقتها، مش عشان الزوج، كان كل همها ولادها. لما دخلوا الشقة بمساعدة الشرطة فجروا ان في ثلاث جثث، جثة البنتين وجثة الاب، حتى البنتين كانوا لسه بلبسهم، وجثة الاب مرك هم الثلاثة، ضرب الاثنين موتهم وانتحر بطلقة في الرأس. يا جماعة، اللي زي الزوجة دي او الام دي تصلح ام؟ العناديه دي اللي ما رضتش ترجع مع عيالها وصممت ان هي تسيب جوزها وتعيش عند اهلها، قلنا 100 مره يمكن من حوالي 3 4 سنين، الزوجه العناديه لا تصلح تكون ام ولا تصلح من الاساس تكون زوجه. العند بيفشل اي علاقه زوجيه. هي لو كانت سمعت كلام الزوج حتى لو غلط، هو خايف على بناته في سن مراهقه، ما دام الاب قال ما يخرجوش يبقى ما يخرجوش. ما ينفعش الام تشجع اولادها تقول اه ابوكم مشوا روحوا انتوا، اشمعنى انتوا روحوا؟ طب ما انت كده جرأتي ولادك وبناتك ان هم يتحدوا الاب، انت اللي خليتي ولادك يتعودوا ان الاب يقول كلمه وانت تقولهم ولا تسمعوا كلامه، اخرجوا. فالاولاد لما ابوهم قال لهم ما تخرجوش اتعودوا من الاول ان هم ما بيسمعوش كلام، قفلت السكه في وشه وخرج. وكانت النهايه ايه؟ ان الاب حس ان هو مالوش دور، وحس ان ولاده ضاعوا بسبب ان ما فيش تربيه من الام، فقرر ان هو يقتلهم. وبعد ما قتلهم لقى ان هو ضاع، ولاده تقتلوا هو هيتعدم او يسجن، خسر كل شيء، ففضل ان هو يموت مع اولاده. كل ده بسبب ايه؟ ان عمود البيت الام ما اهتمتش لا ببيتها ولا بولادها ولا بجوزها، كانت هي السوس اللي نخر في العلاقه الزوجيه ونخرت في اساس البيت لغايه البيت ما كله انهار. انت دلوقتي جوزك مات ولو بناتك ماتوا، انت دلوقتي هتعيش ازاي؟ هتبداي حياتك من تاني ازاي؟ كل ده عشان انت اصلا من الاول ما كنتش ام، ولا تعلمت تكوني ام، ولا تعلمت تكوني اصلا واحدة مرشدة ومعينة للزوج في رعاية بيته. كنت عنصر هدام للأسرة، شجعت ولادك يتحدوا ابوهم، شجعت ولادك يخرجوا ويمشوا ويروحوا ويجوا ويرجعوا متأخرين، وضمنين ان في حماية ليهم امهم هتقف قدام ابوهم وتقول له اشمعنى هم ما بيخرجوش؟ ما كل البنات بتخرج وكل البنات بتسهر، هو انت فاكر انت في عصر السيد؟ خليت البنت تعرف ترد على بقى وتقول له اشمعنى احنا؟ ما كل البنات بتسهر، هو انت فاكر نفسك السيد؟ والبنت ما دام علت صوتها على ابوها وشوحت ليه خلصت الهيبه. وما دام الاب مالوش هيبه، كن واثق ان البنت هتتجرأ اكتر واكتر واكتر. ولما قال لهم لا وقفلت السكه في وشه ما سمعتش كلام ابوها، ولما جه الاب بيقول لهم خرجتوا ليه من غير اذن؟ قالوا خرجنا، اشمعنى احنا؟ نفس الكلام اللي كانوا بيسمعوه من امهم. فالاب فقد السيطره على نفسه، قتلهم وانتحر. كل الجريمه دي المفروض اللي يتعاقب فيها مين؟ مش الاب. المفروض اللي تتعاقب الام بتهمه الاهمال وعدم الرعايه، والمفروض تتعدم عشان تكون عبره لكل الامهات اللي بيكونوا سبب في فشل العلاقه الزوجيه وفشل في حياه ولادهم وفشل ليهم. لكن نقول ايه؟ نقول ان الاسره المصريه محتاجه دلوقتي نظره من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واساتذه الجامعه. لازم نشوف حل للخلافات دي، لازم الزوجه تبقى عارفه دورها ايه في بيتها. السمع والطاعه للزوج دي ضروريات حياه، والمركب ام الريسين لازم تغرق، المركب لازم يكون لها ريس واحد وهو الزوج، لو الزوجه دخلت العماره كلها بتنهار والمركب بتغرق. لكن نقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.